أخذ القتلى والجرحى وأسر آلاف الجنود الإيطاليين، وأسرع هتلر لإنقاذ حليفه موسوليني، فأرسل قوات ألمانية تحت قيادة ثعلب صحراء روميل، وانطلقت شراد من جنود كل تلك الجيوش فرارا من جحيم القتال، لتكون عصابات قامت بالسلب والنهب وترويع سكان وحاد صحراء مصر الغربية، والذين اطلقوا على تلك العصابات اسم الهليبة. Thank you.
واحد بلدياتك يا حنة. أنا شوف عدنان، يا مرحبا يا مرحبا. كيفك يا حنة؟ كيفك عم الشيخ؟ كيفك؟ كيفك يا أنت أحلى؟ تفضل ارجع أقعد. كيفك؟ وكيف الواحة وأهلها؟ مرين أنصار مرين يا ابني. تقريبا هنا انا جيت لمصر لاجل ما اشتري حتتين سلاح نكفيهم قدام المارشال برعا وعصابته. سلاح؟ الهليبه كان بيجي سلاح من سنه طويله. نايمين نايمين بيه لما صار في دراعاته. والله روح نظر ضروره واحده يا دراجل شايفين الخراب المستعجل على الواحه واحنا. للامانه على المر يا حبيبتي هذا امر الله وقدره. امر الله وقدره؟ طب ما نرضى نزلوا للسكانه يا شيخ عدنان. ما تقول ان امر الله وقدره. يدعكم واقفين خزائن حرمة طخ راجي ومات وسط الواحد. مش راجلك وحديتي اللي قتلوه الهليبة يا حنة. الهليبة رملوا نسوان كتير ويتموا أطفال أكتر. هذا مكتوب. هيفا أم الحديد مرجع اللي راح. خلينا في اللي جاي أحسن. شغل علي يا ابني. أحسن شيء تاخذي معك رجال من النص. اغراب؟ بدك اغراب يدخلوا على اهل الواحه يا بنيتي؟ وين؟ ما الهليبه داخلين خارجين على اهل الواحه وبيسووا فيهم ما بدالهم، ورجعتها قد نسوانها مسنكرين على راس الابواب. بتعرفي حدا يقدر يعيدنا من الهليبه؟ ما في غيره اللي يقدر يسوي الهوايش. ومين يكون هذا؟ الوحيد اللي يقدر يحكم الرجال اللي محتاجينها، والصالح يعرف الرجل الصالح، الكل يهاح ونعمل لكل بألف حساب. ما خلي يا شيخ عثمان، نخبر عن الحكومة اشتغل، عسكر الجيش الحكومة برضك اشتغل، مع الفاركة والجريد العبيد اشتغل، كان يشتغل، ما بدي ايش في سحر الحسين. صدق بالله يا شيخ عثمان. لا إله إلا الله. حرمة حملانا سايرة في الطريق. كانت صرخة وانكفت على الحيط قدام القهوة. فز شمس ولحقها وسحبها جوا القهوة وولد الحرمة هناك. كمان يشتغل جاب؟ طلعها ولدين. مين يكون هذا المخلوق؟ بس الزرايب الجن اللي مصور المجاد في ولادة شمس الزناتي. Thank you.
بس خضيت انت ها؟ تلعبي معايا في صوت النار يا ست الزهايا يا ست الزهايا. انا جاي اتوه عندك معاك الانجليز. روح مطرح ما كنت تفوش البركه يا ضياع. يا ريت لو كنت تفوش البركه. مش ده الترمان. ترمان؟ ما فيش ترمان هناك يا فتاح. عامل ترمان دلوقتي طويله طويله. ايه؟ ايه عملوا؟ ايوه يا ولد دخلت اوضتها هي ومراتك.
مرتي. ربنا يقويها لك كمان وكمان. هي دي النسوان اللي تتقني ولا بلاش؟ الله الله ما شاء الله. سيبنا الإمام مدعى لله. الله الله ما شاء الله. سيبنا الإمام مدعى لله. بعيدك تنتبه لي وتسمع لي ذيل يا شمسي يا ولدي. أنا حددت على كل شيء ووافق خلاص. إنما الهديوة دون قطارة مش مو بلايرين. طيب يبقى أنا عزمنا رجالة وكم حد السلاح. اتصرف كيف ما بدالك. أيوة رجالة بيحصلون يحتاجوا برادس مومي. يقصد لقروش يا شيخ عثمان، لقروش. فهمت. هدول يا ولدي عم يقدر الرجالة. وعندي كمان جمل مرة بيزين حبيعة يا ولدي وسيدك حق. قول لي جمدك. جمال يا عم الشيخ، احنا عايزين رجالة مش شباب عيال. يا ولدي حنة حدثتني عن مروتك وشهامتك كتير. صحيح يا بت. ما كده ما ينفعش، ما ينفعش دول ما ينفعوش. اتصرف يا شمس وبقي اتحدك حتين بعدين. يا شمس يا ولدي، احنا عشمنا في المولى وفيك كبير. ماشي عشان خاطرك اللي بس عم الشيخ. على خير الرحمن. والرجاله هذول تحت يدك؟ بقصد جاهزين Thank you.
هذا في شغل مش عارف. بكام؟ بريزة اليوم وتمنى لك امرافي كتير ولا تهرب ما بيرحموش ولميت امرافي انت عاوز تتاحي على حساب بريزة بس فوقيها ازازتي مينفعش خلاص يفتح الله شمس والحسين انت عندك حل ما لك انت بتشتغل الواحد بس بعد ما تلاقى ريزة في المسخرة الغوازي واخر يبيتها من ازازتك وحطك وتكرم على اي نصيف فتبقى عافية استنى بس يا شمس قلتليش شغلاني فين في الواحات ايه في الواحات وانت عامل تضرب ليه في الخراب ايه عامل ايه؟ اه زي ما انت شايف بالليل متلقتين وبالنهار لابس مارة طب حاسب بقى السوق فيه انت بقى ما تريش عامل ايه؟ زي ما انا بتنطط من حي للتاني لقط رزقي من يوم ما طفش من الملجا وانا عيل صغير وانا مش لاقي لي بات ما انت عارف بقيت خدت على كده معاك النبلة دي الخير والبركة اللي بلقط بها رزقي ايه بكر بط تايه قال امه جدي صغير مش طايق عيشته ريحه بص يا زناتي استخرع يا ابني الواحدة من دول توزن طلقة بندقية ميري حلاوة انا عايزك معايا في شغل يا طفشان ايه شقاوة احنا بنعمل حاجة غير كده حبيبي ايد على كتفك بكرة بالليل نتقابل في الخرابة ماشي ماشي زناتي ما تبعد عمود الخيال ازيك يا عيدي مين زناش الحمد لله على السلامة يا اخويا عايزك في شغلانة ايه شغاوي انا يوميتي نص ريال مصحة بطل لك مع الخال يا تنبل وحل الخمسات اللي بتقطعهم من لحم الحي كل يوم يا عجل شغلانة حلوة فيها هوا نضيف ومحدش يقعد يقطع على قلبك والوكل ايه اخبار الوكل؟ انت ما تنساش الطفحان ابدا تعال اخويا صلح نار الكور الخيط عجيب وشوف شغلك من سكاك يا طول الاكل مش قضية نتقابل بالليل في خرابة ها اتفرج يا سلام ما تقولش تدفع كام ابو زيد الهلالي سلامة والزناتي خليفة يعني بطلت شغل يا دار السرقة هتطلع على عفريت الزرق على جدتك، بتعمل ايه؟
الشجعان اعظم العظماء، البطل الهمام، البطل العظيم الذي لا يحرم. مش معقول يا خالد الضحية ربنا للمتعة ولا الأبحار الجودة. ما انت انفر يا سمو الجبل حاضر، رجع العدة يا سمو من الجبل حاضر، فرقع ديناميت يا دبت في المحروق الجبل برضه حاضر، سبع صرايع مسلمين والبخت ضايع واخرتها يا مولاي يا جبل حياتي. ايه في الدار عمين ده يا معلم؟ في شهر عام يالا ورد الإرادة ونجرب المنتهى يا حلم، من الساعات دي مالكش يوم تعيش عندي. ماشي يا معلم، وانت من الساعه دي مالكش اراد عندي. خلاص بح، انت بتدور فيا يا ابن الحمار؟ وحشة زولة الجنون المباني ده. ماشي عايش نقطع زناتي وانا هاكلك بغاشة يا سامو. بتتكلم جد يا زناتي؟ بتقولي ليه في الخرابة؟ ماشي ماشي يا عسل. انا ما كنت جيت معاك من فضلك. I know I know you are a good friend around. والراب يا دي عمر اهلا عدو ازاك اخوي. ها قبل ما افتح بطنه السكينه دي. قول يا جون استناني هنا وانا حمامه هجيب لك القبل بطل حس خاينه تروح كده ولا كده. اوكي يا رانس. اوكي اوكي قول. شغلي.
قداش يا عثمان؟ كلامك زين يا شمس يا ابني، وانا موافق عليه، وحنا كمان موافق. يلا اتكل على الله، روح لاقي رجالك. اخذت الان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الراجل قاعد تقول علينا ايه؟ عايزك واحد من رجالتك يا زناتي. انت عارف احنا رايحين فين؟
احنا مش حين قناطر خيريه يا ابني. حلوه جو القناطر الخيريه دي. سيبك انت وخليك معايا انا. عارف ان مشوار شقاوة يا استاذ شمس. وانا بوصل عند الشيخ عدنان واجيبه من الجامع عرفت منه بالحلاقه كده انه مشوار شقاوة. ولما انت عارف كده يا ضنايا ايه اللي جابك؟ روح يا ولد لامك تلاقيها مخبل عليك دلوقتي يا ولدي. انا عايز ابقى واحد من رجالتك يا زناتي. انا معايا ده فرد انجليزي نوعيه. بس ده مش كفايه. طب حاسب حاسب لتحاول روحك. اسمع عوض، العالم اللي انت شايفها دي ايديها مشقاه ولولا ميته. انت لسه ضايع الشغلانه دي. ارجع احسن. ده اخر روحك يا استاذ شمس. روح عوض روح. اسمع لو بقك اتفتح هتاوي جدتك. نرجع بقى للباب لحد يجيبه مش جاهز. كل يا جزيل على خير الله. سامبو. ايوه. على بكره الصبح عندك دبابه عربيه متينه بحسام عافي. ها؟ طلبه جاهزه دلوقتي. لزام حتتين سلاح. هي ساعة زمن يكونوا جاهزين. بكره الصبح هنتكل على الله. ومعانا حنا والشيخ عثمان. ماشي؟ ماشي. المارشال بورعي ده بقى ايه؟
هذا ما حدا يعرفه. ولا يهمك عن شيء. الشغل اللي بيعمله المارشال برا ده والغليبه بتوعه يمشي مع الناس الخواجات. انما احنا نتصارع على النبي رجاله قوي. بيحب اسمع فيها بقالها تلات ايام. الجماعة راحوا وين؟ خرجوا في حملة. حملة؟
العار ده باينه مش هيجيبها لبر. ما تهمل يا سيد، ما الناس صالح بيه، هو كان بقيت اهالينا. خايف عليه بس لقيته في الصحراء ما لقاش حد يغيته. الحصان قدامه ساعات الليلة وينفك، مية النبع سايطة، وبعدها الشمس والرمال حتكون راجل ورا التاني. يا ولد الكلب! أنت اللي طفحته بالمية ده! يا حرام! أنت اللي طفحته بالمية! يا حرام! يا حرام! يا حرام! بطة ضربة وروع! بطة ضربة! عايزين نشوف بغرة الوحدة اللي احنا فيها دي! احنا ناقصينا دلوقتي! انت خفيف، تعالى بسرعة. ايه 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 انت حجلتني، روح هات الحصان مع الحمار. يلا بسرعة. حاضر. Thank you.
الخرش حبيبي تعال الخرش تعال. انا عمكم طرشان اسمي سلامه طرشان. انا صاحب الشركه عدنان عارفينه. انا جيت معاه من مصر. تعال ما تخافش حبيبي ما تخافش ما تخافش. اسمك ايه؟ اسمه عبد الله ومن شربوري جيت ابوها بدري امبارح. امه فين؟ مدت من عمنا. بس حبيبي بس بس لا حول ولا قوه الا بالله. بس يا ما بس العوض اسمي عباد يا شيخ عثمان. المرشال برع جلده عند الدير لاجل ما يقول له على مكان الثلاث غنمات. عباد يعند وما فتح فمه. المرشال برع قال انه راجع بعد جمعه واحده. وما لقى الغنمات جنب بير المي حيطيح في البلد صغيرها قبل كبيرها. يسويها المولى. احنا اتفقنا على سلاح يا شيخ عثمان. وين جبت السلاح؟ وما اتفقنا على غرام مع السلاح يا شيخ عثمان. السلاح وحديه هنسوي بيه ايش؟ احنا مالنا في شيء غير الزرع والغنمات. يا شيخ عثمان المرشال برع ده اصله راجل مخبول وقال انه لو رجع بعد جمعه ما لقى الثلاث غنمات والشعير عند البير حيطيح في الصغير والكبير. ايش الحال لو رجع ولقى سبعه من الغراب رافعين عليه السلاح؟ وقتها حيصير الخراب في الواحة واهلها. اسمك ايه؟ ضعدور. ايه؟ ضعدور. ربنا يشفي. شوف يا اخي بعرور احنا مش جايين نلاقي حكايتنا عليكم. احنا جايين نخلصكم من الهليبة اللي بيعملوا بلاد اللي هم عايزينه. شيخ عثمان انا عايز اسمع كلمة واحدة دلوقتي. احنا حيلا سبع رجالة مش هنقدر نقف قدام عصابة من العسكر وناس واقفة محنطة بتتفرج على السيما اللي بتحصل. الناس دي لازم تشتغل معانا. وانا هاخد رجالتي وارجع مصر. وعاد رد دلوقتي. اسمع اللي بقول لك. انا رجعت الواحة لما الشيخ عثمان قال لي انكم ناويين توقفوا البرع وقفة رجالة. بس والله لو سبتوا الرجالة ترجع مصر اي حد جاي معاهم. وين يا خال معاك يا حنة؟ وين؟ وين يا حنة؟ انا يا ابني معاك يا تناسيه. وانا واني معاك يا زناتي. وانا معاك يا زناتي. وانا معاك يا زناتي. شو بتعمل للحين؟
طب مش لما البيت تتريح؟ عكسه في البلد وهلا. بلاته؟ لا دي كلام عن البلد برضه. بكرة الصبح هيبتدي الشغل إن شاء الله. زين. لما أنت ما قلتليش. بتنامي فين؟ هو أكبر الشيخ عثمان. فين في أي دار ثانية؟ كل بيوت الواحة أهلي يا شمس. يا سلام. يا سلام. كل بيوت الواحة معلوم. نعمل بلد. يلا يا بنية. ايش؟ نتكلم على الجبل اللي دلع الامر وزفلت السحاب. السحاب اللي زفلت والنجوم وراه. السحاب ايش؟ اللي زفلت النجوم وراه تدلع النجوم. النجوم لما تدلع تدلع. يا ماما هتقول لك شعر الدلتان فاضي يا ابني. وما فيش حد بيجري جلتين في البلد ده هيك. بلدي ما بتنامش ليه؟ بدهم ياكلوا قبل ما ينعسوا يا شمس. طب ما رواحه ياكلوا العسل. شمس ايه نوبك ثواب؟ احرم المدرج لما ياكلوا. احرم المدرج لما ياكلوا. انا جاي من اخر الدنيا عشان احرم المعده. يلا يا شمس يلا. ماذا؟ لا 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 يا بعيد. الحلب مش كده يا شمس. امال ازاي؟ حننها. حننها؟ ابوس علي. غني لها يا شمس. اغني لماذا؟ معلوم. حلاوتهم اسماعيل في وسط عيال. استنى بس زي النبكة يطلع طقس عيال تحلم ده موسيقى. نرجع بس بس خلاص. فرحنا فرحنا. مين هذا؟ هذا عمكم شمس. شمس بالنين؟ خذها منها يا شمس. الخبز النادر بالتخير. أنا رايحة أنعس. فوتكم بخير. وانتوا مش هتنعسوا؟ ناكل الأول. ها؟ ناكل الأول. ناكل الأول طبعا. أما تروحوا ناكل الأول وبعدين تنعسوا. أصل أنا كمان عايز أنعس. زمان ناس الوقت خاصة.
بلا كلها تلاقيها ناس دلوقتي. انا الوحيد عيني اللي مش جايش، مش جاي نوم. ليك انت كمان مش جايلك نوم، مش كده؟ الفكرة انا نسينا نكمل كلامنا عن الليل وعن في الليل ودلع الليل. طبعا الفكرة الليل عندكم بارد قوي قوي يعني. يعني مش متصور اللي بيبقى فيه برد عندكم في الليل كده. ولا برد هتقلك. نعم
الجرم كده سعاد؟ النعناع. هو ايه اللي في ايدك ده؟ رد يا واد. يا ريت المسك دوريه ومن كبيرها لصغيرها في البلد دي بيسمع كلام. يلا هات بسرعه وريني ايه اللي في ايدك. هيكون رهيب رهيب. ما
هتحاسب على غلطك يا اخي. ما خدتش بالي. احنا بكره هنضرب ومعانا الحق. حق الناس الغلابه اهل البلد دي اللي بيسبوا وبيتنهبوا ودور عمال يقتل فيهم واحد ورا التاني. اللي معاه الحق ضرب كتير وقويه. عشان كده بكلمكم بقلب جامد. العالم الهنيمه دول مالهمش ليا. بس دول جرم عزناتي. في خناقه زي ده خفيف هو اللي هيكسب. احنا هنضرب الاول. وهنضرب بالجامد قوي. البنت دي هبلة. خايف يا شمس؟ انا ما خافش الا من الخليه دي. بتسيبي كده ليه؟ انت مش عارفاني ولا ايه؟ ما انت شايفاني بدل مره الف. انا بعون الله ما احطش دراعي في خناقي وغضبي بينصرني. عرق برعي خلاف عرق مصر يا شمس. خايف عليا؟ خايف عليا يا بنت ولا ايه؟ ان شاء الله هطلع منها بكره صف سليم. وليش تصلي صف سليم؟ بس ستر على ملافظ امك يا بنت الملافظ الساعد. خلي بالك من كلامي. كنت شبك علي. حلكوا معانا شويه بكره يا رجاله. الله الله. يا ولدي لاجل ما ربنا يعينك ويجويك بكير. روح انت يا عبد الشيخ عدنان. نام وطمن. في سبع جدعان زي الورد هيذبحوا بدلكم بكره. Thank you.
صباح شريف يا شيخ عثمان. انا دوي كلامنا بالمختصر المفيد يا سي برعي. بيقولوا في الامثال اللي فات مات، احنا مسامحين في اللي فات، اما هاليوم فهو غير البارحة. ارحل وكفى المؤمنين شر القتال. ارحل فين حاكي؟ ارحل بدون شر احسن. غريب بتتكلم بقلب جامد قوي يا شيخ عثمان، ايه اللي حصل؟ عندك ضيف. ضيف الشيخ عثمان يبقى ضيف انا كمان. ايه اللي انت كنت بتتكلم عنه برعي؟ الله لا عارف انت مش قلت انت عمال تصيف؟ رمحني يا رب، ظلمت الراجلين بتوعي، افتكرتهم خدوا سلاح والخيل وطفشوا. الرجالة بتوعك ماتوا. يبقى لا اله الا الله، ربنا يحسن ختامنا جميعا. وحضرتك بقى اللي موتهم لوحدك؟ انتوا الاثنين؟ ثلاثة؟ بتعرف ثلاثة بعد كام؟ يعني انت اللي مجرم عشان ما اعرفش ادخل البلد؟ لا وانت سارق، ده عشان ما تعرفش تخرج منها. وانا اللي بقول عليك راجل كريم يا شيخ عثمان، ما كانش العاشر والله. دلوقتي تاخد بعضك انت ورجالتك وتمشي من هنا، ما ترجعوش تاني. انت زودتها يا قوي. انت شدك علي يا شنطه.
Thank you.
تعالوا كله. وقمت فوق الفوق من نيم رجعت أربعة من فوق الخيول. أي والله أربعة يا أخوي، ده من عشر دقايق قلت ورجعت ثلاثة وانت حلفت اليمين. لا هدول كانوا أربعة غير أو كده أبو عشرة. حلو. قول لا جبت الكوتشينة دي منين؟ من كامب الإنجليز. لو في كامب إنجليزي نوحيني بعيد عن الواحد يوم ونهار. لا طب بصوا اللعبة دي بيلعبها الحاوة عندنا في مصر. بص معاك انا دي تسوية الحرمة ماشي. الجدع بقى يقول لي الحرمة تسويرتها فين؟ اهي لا جدع تمام نقطة كمان كده وحد يقول لي الحرمة تسويرتها فين؟ الحرمة ايه؟ لا جدع تمام. نلعب طول بقى بروش وبمار تقصد؟ اه ايه زين والله زين 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 زين. لا معلش نوبة تانية. معرفش اخويا مين قال لي على الجماعة اللي جم يبحثوا في الارض جنب البلد كانوا بيدوروا على حاجة. صح كان من تلات اعوام. اه وليه ايه بقى؟ كانوا انجليز نجبوا الارض خرج من بطن على الغاب. لا 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 الغاب ايه؟ انا بسأل على الناس التانيين اللي كانوا بينقبوا الناحية التانية. تقصد جيب لينا؟ ايوه جيب ليكم. ده كان عم نول دول ينجبوا في الارض ينجبوا في الارض. ايوه بعد ما نجبوا في الارض فيديو ايه؟ ما لقيوا شيء كانوا بيدفنوا ميتينهم. اه وميتينك انت ما يلقوش. وين تصوير الحرمه؟ تعيش وتاخد غير معاك. تربية المعيز يا اولاد ال شفتوا بقى يا اولاد ان المارشال برع ما بيتهوش ازاي؟ ده احنا اديناهم علقه سخنه هيحرقوا بعد كده يهوبوا ناحيه تاني. هنشوف كده بيعملوا ايه بقى بالفلوس؟ طب ورجع من حته السواق. هو بقى كان في عركه بيضرب بالعصا وهي بالورده كمان. كنا خلصنا فلوس العركه يا عم القرشان. عبد الله جاي لو عم القرشان مات ما نسيب حد يدفن. الله امال هتعملوا ايه؟ احنا نفسنا نتفرج نورده مع الفرع نتفرج على الفرع وحلاوه كمان. والله يدك بتوجعك؟ ما بتوجعنيش. انا اصلي طول عمري واخد على كده. خلاف وضرب ورازع كل يوم منه. وقت العركة كانت خالصة. انا ما بخافش خالص. بالك انت لولا مارشال برع عرف ان احنا هنخلص عليه هو ورجالته لولا هيرديله. ومار بريك انت شمس الزناتي ده ما في خناقه في مصر بس لما تكون كبيره الا ما يبعت الخدمه فيها. ايوه زي ما بقول لك كده. ايه انت بتصريك ده ليه؟ يا بت ايه ده؟ يا اخويا يا اخويا يا اخويا يا اخويا في يا بت؟ البت دي قبل العركة كنت خايف لكن أول ما بدأت لقيت كنت بيت خيرتي راكبها 30 أبريل. استنى يا سبيرتو أنا مش حاسس إن إحنا كنا بنتشاق. أنا أول مرة أشوف عركة كبيرة أوي تقوم لك لحق ناس غلابة. يا جدعان اللي عملناه ده ما كانش شاق أوي. دي فتوانة بس كانت على حق. سبيرتو ما خفتش يا سبيرتو؟ مين يا جدع اللي خاف؟ أنا كنت مرعوب. طالع دور يعني محدش شافك كده النهارده في المعمعة؟ ما كانش فاضي اصله كان بيحلب المعدة. في يا العدوس. لا ذكر يالا
الدهب بيلعب في قلبي. حكاية الدهب اللي قال عليها شمس دي مش داخلة دماغي. احنا كده ماشيين سكة يوسف ورا وأمينة رزق. أمينة إيش؟ أمينة رزق ويوسف ورا بتوع السيما. كشفت طلت النهارده وبان المستخبى. ها؟ إيش تقصد؟ لما الراجل بتاع الرصاص جه في دماغي هموت على أنت. لا أنا فضحت من الطريق. وإيه كمان؟ ولا شيء. بينا وبين بعض عشان مالح يا راجل. أنت بتعرف معركة ليه يا حنة؟ أنا بروح في شيء. بينا وبين بعض تكتبوا خلاص يا شمس. شخافة تتجوزيني؟ يا شمس. سلوا بلدنا المرأة لما تتجوز تقعد رفضارها تحبط على عيالها وهي مطمنة. وانت حالك لا سر عدوى ولا حبيب. المسنود عليك مسنود على حطمايلة. تبدأ بتقولي ليش داير نهارك في مصر في هبش ونبش؟ واخر ليلة كل ماما ترقد في حضنك مرة شكل ولا كلام الشوارع. ليش ما تعيش نظيف؟ دكتور وباب يسنكر عليك. لا تستنكر على فوقك بواب بتولي بحقيقة النبي. ليه يا رب كده يا رب؟ دول عن يسود العالم كلها ما توعديش انا فيه. ها؟ ومال هادي يا شمس؟ بس هقولك على حاجة. احنا من اول ما عرفنا بعض واحنا عاملين زناب ونهير. امال لما هنتجوز هنعمل ايه؟ هنضرب بعض ولا بيتي؟ الله شهيد يا شمس. ما تمد يدك عليا الا اقطعها لك قطيع. قطع مين يا رزق؟ مد يدك ليه؟ بتشيل. ما تمدش يدك عليا يا شمس. انا عارف ان علينا فوبيا من الاول. Thank you.
كانوا عسكريين هنا توهم مهملين المكان. احنا كمان بقالنا مده ما سمعناش ضربناه في الجبل. بعد ما مشينا طول الليل وقطعوا نفسنا هربوا ولاد الهرمة. بقولكوا ايه؟ كويس ان احنا لوحدينا دلوقتي عشان في كلام لازم يتقال. خير يا زناتي؟ احنا نعرف بعض من زمان، من ايام الجهادية ومن قبل الجهادية كمان، وعمري ما خيب بحد منكم. من غير دباجة خش في المفيد طوال يا زناتي. مطول بالك ومال هران. انا عارف وراسي على اللي بيطور في نافوخ الزناتي. البلد دي ما فيهاش دهب. الزناتي جرجرنا كلتنا كده بربطة المعلم أونطة عشان خاطر عيون الست حنة بتاعته. صح كلام يا زناتي؟ هو ده الكلام اللي انت عاوز تقوله يا شمس؟ دولية وكل ما قصدها انها تقول بلدها وناسها من قليبة. كلام الزناتي على الحق. ما انا هو ما عرفليش اهل، لا عرف لي اب ولا ام، انما اللي عرفه كويس ان اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد. كل الكلام ده ما يبلاش نافوخي في سحتوت مصادي. شوف يا زناتي، مختصر العباره انا عايز حقي، واذا كنت اخوها ماشي في ظل مره اطلب عقلك حلاوه. عيب تجرجر في ديلك كل الرجاله دي. كده الرجاله في مصر عارفين ان احنا هيئه ماموريه وراجعين،
لو قالوا علينا هيجوا هنا ويسألوا، وجات حد فيهم الشيطان يوزوا وبلع الحكومة، والحكومة جيب معاها الإنجليز وتتربع بقى وراي. وانا دي بيني وبينكم أي حد؟ إيه يعني وقعتني يا كمراد؟ الحمد لله خير ربنا كتير أهو. أنا راجل عترة وابن ليل، وأحب الرجالة اللي قلبها ميت، عشان كده سماح النوبة. بس عشان أنام بقى وبالي يرتاح، أنتوا هتخرجوا من هنا خفاف. السكة طويلة من هنا لمصر، وأنتوا محتاجين لعافيتكم علشان توصلوا بالسلامة. كل واحد يحط سلاحه هنا. انا اللي قطع بيا اهل البلد الغلابه بعد ما تعشموا فينا، وقعوا تاني تحت درس الجرع والجلتو. ربك الحق، انا حبيت اهل البلد دي زي اهلي في الناجع تمام. جرالي تعالى، احنا هنقلبها جوه يوسف وهبه، منفول روحنا عشان نعرف راسنا من رجلينا. هنرجع مصر ازاي؟ انا مش عارف اتجاه الشمس. طب الوكل والشرب؟ في طريق جنبينا. ايه
رأيي من بلدي أني أكمل إنجليزي في حد علمي. يبقى ضمانة توصيلها لمصر. الأكادة كيف حنوقف الترومبيل ده علشان نخطفه؟ يعني ما تتعدي سكة على الماي. افرض ان السواق كمل على جثتك وما خدش فرملة. ايوه امسك رجلي وشاور له ودو ما يضربوا انفط عليهم. يا ابني حتى مقطوعة ايدي يضربوك بالفكرز ولا ليك اي دية. ترجعوا تاني لليبا بليبو؟ شايف لك شوفة غيرك ده؟ صراحة زنادي انت اتفقت معايا ان اجي معاك الواحد دي نوبة واحدة بس كده يا عم. حلال عليكوا حتتين سلاح وانا حلال عليا طنبيل، وقبل ما اوصل مصر هفككوا وابيعوا خردة ويبقى حق وصلني واضهر ما دخلك شر. ماشي يا رانس، حلال عليكوا طنبيل. كان معايا سامبو؟ لا انا مع الزناتي. في واحد على الصور جنب الجامع، اتنين عند الشونة، اتنين واقفين عند بير المية، أربعة قاعدين تحت اليمة الليلية. يلا يا رجالة، على الله. على الله، على الله، على Thank you.
Hey,
انت بتدلع يا ولدي. تعال تعال يا ولدي. تعال يا ولدي. تعال ليش ما تصفرت بالجامع يا ولدي؟ دمي كله حرام مش هدم. انا فعلا في الجامع. ايوه يا ولدي. استغفر الله العظيم. Thank you.
وشك بخير يا شيخ عثمان. اللي سويتوه انت ورجالتك صار الواية نرويها لاولادنا واحفادنا. التراث طاغين اوي عم الشيخ عثمان، بس انا عايز اقولك على حاجه. الحقيقة ما بدور تحميه هيطمع فيكم ناس كتير. قولك حق يا شمس يا بلدي، قولك حق. خد هادي يا شمس، حقك وحق رجالك تلاش. خير يا شمس. من سنين طويلة وانا شاب صغير كنت بركب في التلاية اللي دار البلد، لقيتها مقلبيها. هذه ذهب من ايام الفراري، خدها يا شمس يا زنادي، حلال عليك. حياة اي رجل من رجالك يا شيخ عثمان اغلى من ذهب الدنيا كله. جاهزين يا شمس. يا ريتني كنت اتجوزت بدري وانا في سنك. لكن تقول ايه بقى؟ نصيب. لكن دي بنت قبل يا وزناتي. بس انت حلال وبنحبك. خد عوض دمار يا نعمة. Thank you.